احلى والذ وصفه ممكن تعمليها للكبد والقوانص، هقولك ازاي وهسيبلك الرابط في صندوق الوصف الطريقه بالتفصيل، وهتكون اقتصاديه وكمان موفره جدا جدا جدا. لو عملت يا جماعه الكبد والقوانص ببصله بس كده مش هتجي في طبق ومش هتكفي حد، دول نص كل الكبد والقوانص زي ما انتم شايفين كده عاملاه بالبصل والبطاطس وطماطم وفلفل وكمان مفصلين من الثوم، شايفين كتيره ازاي كده. وعلى فكرة البطاطس بتبقى طعمها زي الكبدة بالظبط لأن كله شارب من بعضه، بتبقى طعمها حلو جدا. لأول مرة أشوف الطريقة دي يا جماعة هتعجبوا جدا وهتجربوها وتقولوا رأيكم. حطيتها بقى في 3 طبق قدامكم كده، ما شاء الله كفتنا وفاضت كمان، وكان طعمها لذيذ جدا. لأول مرة يا جماعة أشوف قناتي ينزل يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم إشعارات بالحاجات اللي بنزلها، وكمان يا جماعة إن شاء الله استنونا في فيديوهات كتيرة جدا. اتفضلوا معانا بقى بألف هنا وشوفها على قلبكم. باي باي.